برافو لإلك يا بنتي الشطورة يا عمري. إيه معنا صعبة أبدا. المرة الجاية رح نعجن العجينة مع بعض لكان. إيه تيتي ليش لا؟ معصبة كتير من عابد ومن أخي، الاثنين ما بقدر سامحهم. شوفي بنتي، أنا بتفهم غضبك كتير، بس أنتي لازم تصبري لإنشان كتير شغلات. ابني مراد مع الوقت رح يفهم هذا الوضع. أما من ناحية عابد فلا تزعلي منه، هو وضعه أصعب من وضعك بكتير. إذا كان بيحبني ما لازم يسمع لحدا تاني. يعني اللي بتقصديه إذا كان بيحبني خليه يزعل أخوه اللي بيحبه كتير ويكسر بخاطره. لا طبعا مو هذا اللي عم فكر فيه، كان لازم يلاقي طريقة مقبولة مشاننا نحن الاثنين، بس هو اختار الأسهل. خليكي صبورة يا بنتي، تأكدي إنه أخوكي كمان هلأ زعلان قد ما أنت زعلاني. معقولة هو بده تكوني تعيسة يا بنتي؟ أنا ورهوبتي الحلوة عملنا لضيفتنا كعك كتير طيب. تعي لشوف. ها ومارتن إجا كمان، تعالي نفتح الباب. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. أهلين عمو. بتشكرك مشان هذا الاستقبال الحلو كتير. لازم نشلح صباطنا مو هيك؟ أهلين بحضرتك. فضل. أهلا وسهلا. أهلا بحضر. تفضل. معلم حبيت أعطيك معلومات، شفت المونيتور هاد بيكون البروفيسور مارتن أستاذ الأنسة صفية بالجامعة، الأنسة صفية دائما بتلتقي معه. شكرا تيمور. صفية كتير حكت لي عنكم، بعرف أنتوا قديش مضيافين بالعادي، معروف هالشي، بس كمان بتشكركم لأنكم استقبلتوني وعحسن ضيافتكم إلي. أستغفر الله، زيارتك لألنا أسعدتنا كتير. بنتنا صفية حكت لنا شوي عن حضرتك، قالت لي إنه حضرتك عم بتروح وبتجي لهون مشان أبحاثك. مزبوط، بس بسبب طبيعة شغلي عم يكون عندي زيارات كتيرة. شو بتحب تشرب؟ تشرب شاي ولا قهوة؟ ممكن أخذ قهوة بحليب. وأنا خليني شارك ضيفنا كمان، صار لي زمان ما شربتها. طيب ماشي. شوف جدة. شو صار إمرأة؟ ليش طلبت تلتقي معي ضروري؟ معلم أنا صار لازم أطلع برات البلد. ليش؟ تتذكر المدعية ليلى أخت الإسراء؟ ورعي اليوم إجت وشافتني وسألتني أسئلة بخصوص موت إسراء. إيه وإنت شو قلت لها؟ هي بتعرف منيح إنه مارغريت هي اللي قتلت أختها. منيح ريحتني، أنا فكرت إنه شاكة فينا. وشو علاقتها فيي أنا؟ شو انذكر اسمي شي؟ إيه انذكر، سألتني إذا بعده صارب معلمة. وإنت شو قلت لها؟
أنا ما حكيت له ولا كلمة معلم. برافو عليك معلم. أعطيني مصاري وخليني سافر الليلة من هون، أصلا أنا صرت مطلوب على الجيش. اهدى يا ابني، إذا تلبكت هيك رح تلفت الانتباه عليك. معلم أنا خايف. لا تخاف لا تخاف. طيب إمرأة، أنت بتستاهل تروح بإجازة طويلة، رح أبعتك بسفرة. يسلموا، شكرا معلم. الله معك. بتمنى لك رحلة سعيدة، تسلم كتير على إسراء. ليش هيك عملتي يا ليلى؟ شو؟ بسبب كرهك أنت لمارغريت أذيتيها لرهف. ما عملت هالشي بسبب كرهي لمارغريت، ما حبيت رهف تعيش الكذبة أكتر من هيك. ما كان في طريقة تانية تحكي لها هالشي؟ مع انه رهف ما تقبلت حكيك انت رجعتي اصريتي. انت هالشي من وين بتعرفه؟ عم تحكي وكأنك شايفنا. انا ايه طبعا يا عم تراقبنا، ما هيك؟ وقت اللي كنت اشتقلنا كنت تشوفنا. طيب ونحنا فكرت فينا شي يا مراد؟ الآلام اللي تعرضتوا لها بغيابي من دون ما أقدر أعمل أي شي ما كانت سهلة بنوب. قلت لي ما كانت سهلة، عن جد طلعت كتير متحمل. هلأ عم فكر مرض ماما نازك واللي عشته أنا كمان، وبعد كل اللي صار بتظهر من جديد. حكيت لك انه هذا الشيء مو بايدي، مفكرة اني كنت مبسوط من هالشيء؟ عم تراقبني الي كمان؟ عم تتفرج علي ما هيك؟ ليلى بلا سخافة. ما هيك ما؟ المسكينة ليلى شو عم تعمل هلا يا ترى؟ لك انا عم موت، عم اقدم حساب لكل واحد فيكن. أنا عن جد مليت. ما فيك تهرب هيك. ما عم بتهرب ليلى، بس شو ما حكيت ما رح تسمعيني، هيك مبين معي من ردة فعلك. خلص بس تهدى أعصابك بنحكي. إذا بدك هات أنا بسوق عنك. ما في داعي معلم، رح نوصل على اسطنبول. جاهين؟ ممتاز، ما
رح نتحرك، خليكم مستعدين. سوق فيكتور، سوق سوق، هذا كمين. الحكيم بده يدبر اموره بجثة البيطري، يلا خلونا ناخده. صار لازم تختار يا متى. المي عم تجري وبتدور وبتشق طريقة، وطريقك الحالية مليانة بالشوك يا متى. لا تترك كل شي يمشي مع المي. صار لازم تغير مجرى المي. نحن عمرنا سدود كتيرة ومنعرف نعمر سدود كتير منيح. انت شو عم تعمل؟ عم تتزحلق. معك حق استاذي، بس ضل في عنا مصادر مثل الأول. عم نمرق بمرحلة حرجة فوق العادة يا متى، وبهاي المرحلة رح يكون فيه مهمات على عاتق الجميع، وانت لازم تقوم بالمهمة اللي رح تكون على عاتقك بالشكل اللي ليق فيك. شوف متى، بنتنا رح تصير عضو أساسي بمجلس الختيارية. ست مريم؟ لو ضليت يا متى معهم النائب اليوم كنت صرت عضو. سيدي، مراد على مدار بهديك الفترة قلب التوازنات فوقاني تحتاني. دائما بيطلع شخص بيخرب اللعبة. انت لازم تكون على رأس عملك، لازم كنت تثبت رجليك. سيدي معك حق. بالأول لازم تحسب وين بدك تكون وتثبت حالك، وبعدها بدك تشوف وين رح تكون انت. انا هون سيدي وعم بسمعك. نصيحتي لك يا متى، اذا ما حرقت كل الجسور الموجودة ورا ظهرك ما رح تقدر توصل مرة تانية على الجهة التانية من النهر. طمني امك كيفها يا متى؟ منيحة سيدي، بس كبرت بالعمر وختيرت. الختائر كتير حساسين يا متى، لازم تسمع كلامهم، أكيد عندهم شي بيعرفوه. ليكن معلم، طلعوا خلينا نتحرك.
واقف عم الله. ارمي سلاحك. طيب طيب اهدى خلاص. المناقصة التغت. سيدي صارب صار معنا. طيب عاكف حطوه بمكان آمن. خبر عبد الحي انه ما ضل اي مانع من شان المناقصة. حاضر سيدي. نبدأ بالتحقيق مع صارب؟ ايه بلشوا. انا في عندي كم شغلة لازم حلهم. تيمور جهز حالك طالعين. ماشي معلم. مين عمل هالشي نيهان؟ انا ما بعرف. حدا من اللي بيعرفوا انه وصلنا على اسطنبول يا بكتاش. خلينا نحطه بالصندوق، رح نفوت على المدينة. هلا اكيد بتوقفنا الشرطة. يلا بلا ما نفوت بسينوجي. بكتاش صف على اليمين. قالوا نعم. طيب شكرا لأنك وقفت يا أخي، في وضع مستعجل شوي. أهلا وسهلا. شو في بكتاش؟ نهاد ما أوصينه لعمي. شو عم تحكي يا بكتاش؟ مين موصول؟ أنا ما بعرف. أنا لازم روح هلأ وأنتوا كملوا لحالكم. ماشي؟ يلا سلام. تفضل. أستاذي أنا آسف أني جايب خبر مو منيح. إمرا ملاقينه ميت بمكان مقطوع. اليوم كنا رح نلتقي، حتى كان يمكن يجي لهون. تعرف شو صار معه؟ لسه ما عندي معلومات أستاذة. إذا بتسمحي لي خليني أروح على مكان الحادث وأسأل. طبعا أكيد. أحمد ممكن تعرف لي مع مين حكي على الموبايل آخر شيء؟ ايه طبعا استاذه. حبيبي ابن اخي خوفتني عليك كثير يا عمي. الحمد لله ما فيك شيء. تسلم بكتاش. تسلم يا حبيبي. عمي نحن خسرنا نجدة وجدنا ضياء الدين. شو اللي عم بيصير؟ ايه يا بكتاش ان شاء الله بعمر قلنا. ايه وشو رح نعمل هلا عمي؟ فوت عود بكتاش خلينا نحكي. بدك تسمعني منيح يا بكتاش. ذو الفقار اغا ما رح يظهر لحدا بهي الفترة. الكل بيعرف انه بالمستشفى وبالعناية المشددة، وكل اشغاله انت بدك تمشيها.
سيد وهاب، للأسف رح خبرك خبرية مو منيحة أبدا. شو هي؟ ما عم نقدر نوصل لصارب. كيف هيك؟ آخر شي منعرف إنه طلع على الطريق مشان يروح على المناقصة. احتمال كبير سيدي الكي جي تي يكونوا أخدينه. صار الوقت مشان نسلم مسألة المناقصة لمستر كي يا حقي. بس الأعمال اللي رح يعملها مستر كي يمكن تكلفنا كتير، وبنفس الوقت عيون الكي جي تي رح تكون مفتحة علينا. شو ما بده يعمل يعمل المستر كي، مو ممكن يكون في شيء أسوأ من إنه يقدروا هنن ياخذوا المناقصة. مين منكم؟ نهاد، شو يعني مين منكم؟ في واحد منكم ما كان بده ياني اجي لهون ابدا. ما قدرت تجيبه للبيطري وجاي تتهمنا؟ لا، هذاك جبت لك اياه. يلا احكوا، مين يلي نصب لي الفخ بطريقي؟ بس هذا مو البيطري. الحيوان اللي بده البيطري هو اللي بيجي لعنده. البيطري انت اللي ناديت لي والموت تذبح لك. دكتور الاسنان مات، واذا حابين تعملوا هذا الشغل من جديد رح بتكونوا بحاجتي. مثل ما فهمت هلا انتو اكيد حابين تشتغلوا معي، وبأقرب وقت رح اعرفكن على شركائي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا حكيت معها للماما بتسمعني؟
ماما، بعرف انك سامعتيني. تاتا قالت لي انك انت حلوة كتير، وتمنيت اني لو كنت بعرفك. انا ما كنت بعرف انه مارغريت مانا امي عن جد هالشي. ما زعلتي لاني حبيتها مو هيك؟ بس ما عاد مهم هذا كله، لاني هلا عرفت الحقيقة. تعرفي شو؟ انا دائما كنت غارة من الاولاد اللي بيشبهوا امهم، بس انا كمان طلعت بشبه ماما. وقت اللي شفت صورتك صارت الدنيا كلها الي. رح اقول لك على سر، انا صار عندي مذكرات رح اكتب فيها مشاعري كلها، وكل اسبوع رح اجي واقرا لك اياها. ماما حبيبتي، صحيح انا ما بعرفك بنوب، بس انا كثير بحبك. تعالي حبيبتي، ماما كثير بتحبك. قلتي لها كل شيء حابه تقولي لها اياه؟ بتحبي نمشي؟ ايه بنمشي. رح نبدا. يبدو السيد صارب ما رح يجي بعد هلا. رح نفتتح المناقصه. عبد الحي شوبان، اعطينا عرض مناقصه حضرتك. لا تواخذوني، سيد صارب ما رح يقدر يشارك، أنا رح شارك بداله بالوكالة. رح أقدم عرضنا لتقييم حضراتكم. خلونا نشوفه كلياتنا. رح ندقق لنشوف شو هذا العرض. طلع هذا العرض الثاني. معلم، مو على اساس ما حدا رح يشارك غيرنا؟ مينها؟ ما بعرف يا بكتاش، بس بعد شوي منعرف. في تشابهات كبيرة. تكنولوجيا تنظيف الالغام الموجودة بالدراسة الفنية المقدمة من كلا الطرفين فيها تشابه كبير كتير. هالشي كأنه نسختين مختلفة عن بعض لنفس المنتج. مو هيك؟ هاي الأضلبين الاثنين بتشبه بعض البعض. معلم، كيف هيك؟ مو على أساس هي التكنولوجيا موجودة بس مع مهندسينا؟ ريح حالك بكتاش، النسخة الأخيرة للمشروع مو موجودة إلا معي أنا. هي أقوى. نموذج سيد عبد الحي أقوى من النموذج اللي مقدمه حضرتك، كأنه نسخة الأحدث منه. نموذج الجهاز اللي بالعرض الثاني تقاربات الخطأ فيه، واللي كتير مهمة بالنسبة لنا، تقريبا صفر. غير هيك عرض عبد الحي شوبان بالنسبة للتنفيذ يبدو مناسب أكثر على أرض الواقع. عرض السيد عبد الحي شوبان أقوى من حيث كل المواصفات. سيدي الرئيس، بعتقد أني قدمت لكم الملف الخطأ. بطلب الإذن من حضراتكم لجيب الملف الصحيح. إذا هيك، بالوقت اللي نحن رح نواصل تدقيقاتنا رح نعطيك فرصة 15 دقيقة.
لا تقيم عينك عن شنتايته لهاد. بكتاش 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 فكر حالك رح تحمل حالك وتمشي. طبعا هاتوا معي. ألو معلم، المروحية راحت، هرب الزلمة. ما بدك تقولي لي شو حكيتي مع أمك؟ بابا هذا سر بيناتنا. طيب على راحتك. بابا حبيبي شكرا لأنك وفيت بوعدك إلي. أنا اللي بدي أشكرك لأنك كنتي بنت واعية. بخاطرك بابا. ديري بالك على حالك. معلم صاير تفجير بصالة المناقصة. للأسف أخي بكتاش العمر إلكن. وعبد الحي؟ قالوا لي إنه عبد الحي انخطف. مين؟ الكي جي تي عم تحقق بصور كاميرات البناية. في أخبار عن عبد الحي؟ اجت صور جديدة عم نشوفها. ما في أي صور من جوات صالة المناقصة. للأسف ولا كاميرا هنيك عم تتجاوب معنا.
شوفوا تسجيلات الكاميرات اللي على السطح. قرب شوي لقدام. هذا عبد الحي. بدي تعرفوا لي من هذا الزلمة. ماشي. خسارتنا كتير كبيرة يا ذو الفقار آغا، ما بنكر هذا الشيء، بس إخواتنا هدول اللي استشهدوا من شان يمنعوا عننا المصايب الكبيرة. شو اللي قدرنا نمنعه يا أخي مراد؟ كل واحد عم يوقف بوش هالمجرمين عم يموت، نحن واحد ورا الثاني عم ننقص. ضياء الدين، نجدت، وبكتاش، واللي قبلهم ما في داعي اني عدهم. فيني افهم انت ليش معصب، بس الأسوأ من هاد انه نموت على ايدين اخواتنا. هاي الاوجاع عشناها من قبل، يلي تم تمييزهم ونحطوا بمواقف بالماضي ما صارت محاولات لتحريضهم، ويلي وراء هذا التحريض هن يلي اهانوهم ليقدروا يهينوهم اكثر واكثر. بس هلا على القليلة صرنا عم نشوف الايادي يلي عم تلعب من وراء لعبة الظل. اخواتنا هدول يلي ماتوا كلياتهم شهداء الاعتداءات يلي تنفذت ضدنا يا اغا. بعرف انه كلامي هذا ما راح يهدي اوجاعك، بس يكون بعلمك هذا الوجع مو بس انت يلي حاسس فيه. لا تواخذني، بعرف يا اخي مراد، بعيوني انت ان شاء الله عبد الحي ما يزيد وجعنا ويرجع لنا سالم. في شي اخبار عنه؟ مع الاسف ما في، الشباب عم يعملوا جهدهم. طيب شو اللي بيطلع بايدي لحتى اعمله؟ بدي اطلب منك تطلع على الساحه يا ذو الفقار اغا. اذا ضليت متخبي يمكن نتسبب بمصايب اكبر بكتير. حبايبك اكيد بحاجتك هلا، على الاقل خليهم يتواسوا بعد ما يعرفوا انه لساتك عايش. اخي مراد، انت مدين لإلي، هذا الحقير موته رح يكون على يدي انا. مو انت يلي قلت انه الانسان الذكي هو يلي ما بيرفع سيفه مشان الانتقام يا اغا؟ هذاك الانسان الذكي بده زمن مثله، من وين بدي اجيب الصبر هلا والبصيره؟ معناتها حاول انك تخفف عن حالك وتقوي قلبك، خلي اصحابك واعدائك يشوفوك هيك. تسلم يا اخي مراد، رح ارجع راسي من حني والحمل على ظهري. شو رح اقول للناس؟ ماني عارفان صدقني. نحن من ايام تاسيس الدوله وحاملين تقل الدوله فوق روسنا، راسك ما بينحني الا للخالق. كيف؟ ما قدرتوا تعرفوا مين يلي خطف عبد الحي؟ قدرنا نوصل لتسجيلات الكاميرات، عم نحاول نطالع هويته. وحاول تعرف شي معلومة من صارم.
تيمور قل له العابد يجي لعندي. حاضر معلم.